الحياة فهم. الحياة فهم. زهرة الحياة. عدنا هي أقرب إلى الحميمية منه من إنه قاعدة رسمية. اثنين إنه حبينا إنه الناس الفاعلة في المجتمع المدني في جميع معناتها المشارب نتاعو سواء كان فنية ثقافية صفة عامة سياحية تنموية. مشكور الحياة فهم على هذا الاهتمام. إن شاء الله اليوم حبينا نعمل جلسة معناتها رمضانية تجمع كل الفاعلين إن شاء الله في المجتمع المدني جميع معناتها الجمعيات، ثم هناك زادة من المثقفين معناتها من أهل القيروان. حبينا تكون جلسة معناتها أقرب ما تكون معناتها إلى دفء هذا الشهر الكريم، نتحدث فيها على القيروان كولاية بصفة عامة، الجماعات الضاغطة لهنا، الجماعات المجتمع المدني اللي تتدخل من أجل تحقيق معناتها التنمية للقيروان. حبينا نتحدث مع بعضنا فيما نتفق عليه طبعا من أجل إيجاد مشروع من هذا اللقاء، مخرجات من أجل أنه نقدم البلاد الوعود أن تكون المشاريع هذه كلها مفرقة، كل جمعية أو كل مجموعة أو كل حتى المساهمة الفردية تكون وحدها. حبينا أن يكون هناك جلسة للقاء جماعي نخرج به على الأقل مشروع اثنين اللي نبدأ في تحقيقه. هي الجلسة حطينا العنوان كمادة مستديرة، هي معناتها نحو رؤية توافقية أو تشاركية في العمل الثقافي من أجل تحقيق التنمية داخل القيروان. يعني هو لم شمل بصفة أخرى من أجل أنه نلقاه مشاريع ونبدأ في تحقيق هذا الأهم. من أجل معنى تحقيق التنمية في ميدان العمل الثقافي، ولأن ميدان العمل الثقافي هو واسع وشاسع ما نحتوي فيه كان على الأدب والفنون. هذاك علاش دعوتنا توجه إلى جميع الفاعلين في المجتمع المدني. هذه جمعية مهرجان ليل الصيف الدولي بالقيروان هي اللي تتبنى معناتها في مبادرة منها من أجل هلم الشمل هدايا، وإن شاء الله معناتها نحقوا حتى جزء من اللي كنا ننتظروا فيه. الحياة فهم. الحياة فهم. زهرة الحياة.